السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض ومدارس الوطن العربي، الصف التاسع، مادة الكيمياء. شباب وصبايا، نحن انتو عارفين بانه نحن الفيديو المرة الماضية ختمنا فيه المادة، حليت معاكو كل شيء بيتعلق بأسئلة الحمود والقواعد، تناولنا المادة كاملة ورجيتكم التلخيص، بعتت على كل الجروبات الموجودين على الواتس وعلى الفيس مادة اختبار اللي راح يكون تقييمي اللي راح يكون عندنا يوم الخميس، بعتت تفاصيله. فإذا أنت بتحضر الفيديو وحاسس كلامي غريب وإنك مو شايف هذا المسج، ابعت على الجروب بيرجع بيبعتوا لك يا أصحابك، أو أنا برد عليك وببعت لك إياه. بدي أشكر كل الناس اللي متابعة معي، يلي بتسألني، يلي بتبعت لي أي شيء بدها إياها، وعلى تواصل دائم. طبعا هذا كله جزء من تقييمك لكل حدا بيبعت وبيستفسر وبيحسسني بأنه هو على اطلاع على المادة. هلا الفيديو هذا مخصص لهدول الناس لانهم طلبوا مني، لانه في ماده تقييم اخذنا، انا دخلت اللي هي خلايا التحليل الكهربائي، فطلبوا مني حصه بس هيك للتذكير، يعني بس مسألة على الخلايا الجلفانية وعلى خلايا التحليل الكهربائي. فاليوم بدي أحل معكم. افتح معي الكتاب صفحة 32، 32 في عندي سؤال 9 وسؤال 10. اليوم بدي أحل هاي الأسئلة معاكم فقط للتذكير، للتذكير بأهم ما ورد من بالخلايا الجلفانية وخلايا التحليل الكهربائي، لأنه هاي المادة نحن أخذناها قبل ما نعطل، والخلايا الجلفانية مو داخلة معك، لكن خلايا التحليل الكهربائي داخلة معك بالاختبار. فبدي أحل معك سؤال 9، بما إني يعني رح أحل على التحليل، فرح أحل برضو على الخلايا الجلفانية سؤال، أوكي؟ سؤال 9 بيحكي لي كالتالي، بيحكي لي قام طالب بتركيب خلية جلفانية، أوكي؟ خلية جلفانية. شوف، قبل ما أبلش أحكي أو أحل بالسؤال وأشوف شو المطلوب، أنا بدي أركب خلية جلفانية. طبعا تفاصيل التركيب، تفاصيل الرسم نحن أخذناها لما أخذنا هاي المادة ونحن على مقاعد الدراسة. هلأ نحن بنعرف إنه الخلية الجلفانية بتتكون عندي من وعاءين، هاي أول وعاء وهاي ثاني وعاء، أوكي؟ أول وعاء رح يحتوي عندي على قطب، والتاني أيضا رح يحتوي عندي على قطب، وبعدين في عنا سلك واصل ما بين هاي الأوعية، وفي عندي هون جهاز، بغض النظر شو كان هذا الجهاز، فولت ميتر، أميتر، مصباح، أي إشي بيدني بأنه بلش في عندي التفاعل، وفي عندي هون قنطرة ملحية. اوكي، طبعا لو تفتح الدفتر حتلاقي مليان أسئلة مثل هذا السؤال، بس للتذكير. اوكي، هلا هاي الخلية الجلفانية، اوكي. هلا هون طبعا رح يكون في عندي محلول وهون محلول، وهذا القطب رح يكون إشي وهذا القطب شيء آخر، تفاصيله نعرفه بالسؤال، لكن بمجرد ما خلية جلفانية هيو الخلية الجلفانية. بحكي لي مستخدما قطبا من النحاس ومحلول كلوريد النحاس. خلينا نعتبر بأنه هذا النحاس، وخلينا نعتبر بأنه هذا المحلول هو كلوريد النحاس، وقطبا من الألمنيوم ومحلول كلوريد الألمنيوم، برضو هاد الألمنيوم وهذا إيش؟ كلوريد الألمنيوم AlCl3، أوكي؟ يعني كل قطب موجود في محلوله، فلا يمكن حصول تأكسد واختزال في نفس الوعاء، يعني ما راح يحدث عندنا ترسيب. اوكي، وبحكي لي محلول كلوريد الصوديوم NaCl في القنطرة الملحية، يعني أنا عندي هون إيش؟ ملح ال NaCl، اوكي؟ بحكي لي اعتمادا على معرفتك بموقع العنصري في سلسلة النشاط الكيميائي، أجب عن الأسئلة التالية. طبعا الأسئلة التالية أنا بدي أجاوبها بدون ما أقرأها، شوف علي. لو قلت لك لحديت الآن أنا بس حاطط معطيات السؤال، أوكي؟ مين حسب سلسلة النشاط الكيميائي، وهذا الحكي موجود عندك بورقة عمل،
وسيلة النشاط رسمناه، وإحنا بنعرف بأنه الألمنيوم هو أكثر نشاطاً من السي يو، يعني مين القطب الذي تحدث عليه عملية التأكسد؟ أكيد الألمنيوم. دائماً القطب الأنشط، العنصر الأنشط هو اللي بيتأكسد في الخلايا الجلفانية. إذا هون رح يكون عندي المصعد، والمصعد شحنته سالبة، وهون بتحدث عندي عملية التأكسد. هلأ الألمنيوم رح يفقد عندي إلكترونات، تأكسد يعني بده يفقد الإلكترونات، رح تطلع عندي الإلكترونات من الألمنيوم إلى النحاس بهذا الاتجاه. اوكي، اذا لو سالتك كيف تتحرك الالكترونات بدك تحكي تتحرك الالكترونات من المصعد الى المهبط، او من الالمنيوم الى السي يو، وتحدد لي انه الالمنيوم هو المصعد والسي يو هو المهبط عبر السلك. اوكي، فبتنزل عندي هون بيحدث عندي شو؟ هون تاكسد معناته هون اختزال، هون مصعد معناته هون مهبط، وشحنته موجب. طبعا تفاصيل الموجب والسالب ولماذا وليش هون موجب وليش هون سالب وليش هون بيحدث عندي تأكسد وليش هون بيحدث عندي اختزال، لأنه هذا الحكي كامل اللي احنا أخذناه بأدق تفاصيله، فمش راح أعيده هلا، لكن بدي أفرجيك الحل العملي للتذكير برضه. نحن أخذنا الحل هذا كامل وعندك على الدفتر كامل موجود. هلا الألمنيوم بكل مرة بيفقد فيها إلكترونات بيرمي عندي في المحلول إيش؟ ال موجب 3. وهون اساسا يعني في المحلول عندي بيكون في عندي ال موجب 3 وفي عندي سي ال سالب 1 في المحلول، لكن نظرا انه الالمنيوم بكل مره بيتاكسد فيها، بكل مره بيفقد الكترونات، بيفقد عندي او بيرمي عندي بالمحلول ايون الاي الموجب 3، على المدى البعيد راح يكون عندي نسبة ايون الموجب 3 ايون الالمنيوم بالمحلول اكثر من ايون الكلور. اوكي، كذلك الامر عندي هون، هون انا في عندي في المحلول سي يو موجب 2 وعندي سي ال سالب 1. اوكي، ها خليني احط لك اياهم هون، وسي ال سالب 1. بكل مرة بتنزل عندي الكترونات عبر السلك، كل مرة بتنزل عندي الكترونات عبر السلك، ايونات السي يو الموجب 2 يلي موجودة عندي في المحلول بتهجم، وبيحدث لها عملية شو؟ عملية اختزال، وتتحول على شكل ذرات صلبة. يعني بعد فترة زمنية مين اللي حيكون موجود بكمية اكبر، السي يو ولا السي ال؟ اكيد السي يو، عفوا السي ال. ليش السي ال؟ انا هون سرحت. ليش السي ال رح يكون عندي موجود بكمية اكبر؟ لانه كل ايونات السي يو النحاس الموجبة رح تهجم عندي على القطب ورح تختزل، فتتحول عندي الى ذرات صلبة. يعني السي يو عم بتقل عم بتقل. اوكي، طيب لو قلت لك اكتب لي نصف تفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال الحاصل في هاي المعادلة كالتالي، بدي أكتب كالتالي: أول شيء نصف تفاعل التأكسد، وهون نصف تفاعل الاختزال. هلا نصف تفاعل التأكسد مين اللي بده يتأكسد؟ الألمنيوم. بدخل صفر وبده يطلع عندي إيش؟ إيه الموجب 3. طب كيف هو بده يتأكسد؟ عن طريق انه راح يفقد عندي 3 الكترونات. هلا الاختزال مين اللي بده يحدث له اختزال؟ السي يو. السي يو بده يدخل على التفاعل سي يو موجب 2، وبده يطلع من التفاعل على شكل ذرات النحاس الصلبة. كيف يتحقق ذلك؟ عن طريق انه بده يكسب 2 الكترون. اوكي، هلا نحن حكينا ايضا بانه يجب ان يكون عدد الالكترونات المفقوده بده يساوي عدد الالكترونات المكتسبه. لاحظ بانه الالمنيوم فقد 3 الكترون، وانه النحاس شو ماله اكتسب الكترونين، وانا عندي هون 3 وهون 2. هذا الحكي بينفع معي عشان اكتب معادله التفاعل الكلي؟ ابدا. طب لازم اوحد عدد الالكترونات المفقود وعدد الالكترونات المكتسبه، شو بعمل؟ بروح بضرب المعادله الاولى ب2 علشان يصير في عندي 6 الكترونات، وبضرب المعادلة الثانية ب3 علشان برضو يصير عندي شو؟ 6 الكترونات. اوكي، هلا بكتب نصف، بدي اعيد كتابة المعادلة كاملة، نصف
التفاعل التأكسد اللي هو هاي عيدها 2 في AL بتصير 2AL صفر. شو بدها تعطيني 2AL plus 3 زائد 6 إلكترون سالب. وهلأ نصف تفاعل الاختزال، برضو بدي أدخل التلاتة على كل المعادلة، فبدأ تصير عندي 3Cu plus 2 زائد 3 ب 2 6 إلكترون، بدأ تعطيني 3 ب Cu 3Cu 0. أوكي ماما؟ لاحظ إنه هلأ عندي صار عدد الإلكترونات المفقودة هاي يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. هلأ بقدر أكتب معادلة التفاعل الكلي؟ أكيد. أكتب معادلة التفاعل الكلي، اجمع 2AL0 زائد 3Cu plus 2 بده يعطيني 2AL plus 3 زائد 3Cu صفر. أوكي؟ طبعاً هذا الإشي مكرر بالنسبة لإلك، لكن لأنه في ناس حبت أو طلبت مني أني أذكرها أنا بهذا الحال فهيوته. نيجي للسؤال، بحكي لي حدد المصعد والمهبط، حددنا. بيّن اتجاه حركة الإلكترونات عبر الأسلاك، برضو بيّننا. ما التفاعل الذي يحدث عند المصعد؟ أكيد تأكسد. أكتب معادلة التفاعل تمثل ذلك، هيوتها. وهوني ما التفاعل الذي يحدث عند المهبط؟ اكتب معادلة بتمثل ذلك، اكيد عند المهبط يحدث عندي اختزال وهاي المعادلة. اخر شيء بحكي لي اكتب معادلة تمثل التفاعل الكلي الحادث عند الخلية، هيوتها. اوكي شباب وصبايا، هيك انهينا السؤال. طيب هلأ نيجي للسؤال يلي بعده، نيجي للسؤال يلي بعده. هلأ السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 10. اوكي بيحكي لي يمثل الشكل 3-14، هيوتو أنا يعني مزعت الورقة علشان تشوفه. هذا هو الشكل اللي هو موجود صفحة 33. يبين تركيب خلية كهروكيميائية، ادرس الشكل جيدا ثم أجب عن الأسئلة. اطلع على هالخلية محلاها. في عندي أول إشي المفترض يلفت نظرك وجود بطارية. بما أنه أنا في عندي بطارية معناته هاي الخلية تحدث بصورة غير تلقائية، معناته هاي الخلية تفاعل التأكسد والاختزال فيها غير تلقائي، أنا عم بدعمها بشغلة مهمة ألا وهي البطارية، معناته هاي خلية تحليل كهربائي. هون العصاية الطويلة هي القطب الموجب، إذن القطب يلي بدي يكون مرتبط فيها حيكون شو شحنته؟ موجبة. كذلك الأمر هون، من ناحية السالبة الموجودة عندي بمصدر فرق الجهد الكهربائي الخارجي اللي هي البطارية السالب، أكيد القطب يلي بدي يكون مرتبط فيها برضو حيكون عندي شحنته سالبة. أوكي؟ كمل. موجب نحن حافظين الموجب في خلايا التحليل الكهربائي، القطب الموجب هو المصعد هو اللي بيحدث عليه عملية تأكسد، والقطب السالب هو المهبط اللي بده يحدث عنده عملية الاختزال. أكرر تفاصيل التفاصيل أخذنا، أنا بس بدي أحل أسئلة علشان أذكرك بالحل. أوكي طيب لو قلت لك اكتب لي نصف تفاعل التأكسد واكتب لي نصف تفاعل الاختزال، هلأ أكيد المصعد هو شو؟ القطب يلي بده يحدث عليه التأكسد، المهبط هو القطب اللي بده يحدث عليه الاختزال، لكن شو الفرق بين هاي وبين الخلايا الجلفانية؟ اختلاف الشحنة، وأكيد موجود مصدر فرق جهد خارجي. هلأ أنا بدي نصف تفاعل التأكسد وبدي نصف تفاعل الاختزال. اوكي هلا نصف تفاعل التأكسد، مين القطب يلي بده يحدث عليه التأكسد؟ اكيد المصعد اللي هي شحنته موجبه، والقطب اللي بده يحدث عليه الاختزال اكيد المهبط. هلا نيجي نشوف المحلول. المحلول ايش فيه؟ في عندي اكس سالب وام موجب. هلا نحن مثل ما اخذنا بانه كل ايون راح
تحرك عندي نحو القطب المخالف له بالشحنة. يعني الإكس لأنه سالب هو رح يجي نحو القطب الموجب يلي هو المصعد، يعني رح يحدث له تأكسد، وإم لأنه موجب رح يتجه نحو القطب المخالف له بالشحنة، يعني رح يجي نحو القطب السالب يلي هو المهبط ورح يحدث له عملية اختزال. أوكي؟ كمل. نصف تفاعل التأكسد، مين اللي بده يتأكسد؟ يلي بده يروح نحو المصعد يلي هو إكس. إكس شو شحنته؟ سالب واحد. طب أنا هاي رموز طبعا، أنا شو بعرفني إنه الإكس سالب واحد؟ شو بعرفني إنه الإكس سالب واحد؟ اطلع عندك على السؤال، السؤال معطيني بإنه الإكس سالب واحد. إذا عرفت من وين؟ طيب أنا حافظ بإنه الأيون السالب دائما بيخرج على شكل جزيء إكس 2. اوكي، هلا نيجي اوازن المعادله. تاكسد شو يعني؟ يعني بده يفقد الالكترونات. اوكي، يعني اكيد الالكترونات رح تكون عندي وين؟ هون في اليمين، بجهه اليمين، بجهه المواد الناتجه. لكن قبل ذلك لو قلت لك كم عدد اكس هون؟ تنتين. طب هون وحده، هل يجوز هذا الحكي؟ لا، لازم احط هون 2 اكس. عرفت؟ انا هون وزنت شو؟ وزنت كعدد. طب وزن شحنه اكس 2 شحنتها صفر، لكن اكس الوحده هون شحنتها سالب. طب 2 اكس شحنتها سالب 2، لابد اني انا احط هون 2 الكترون، صارت شحنه الجزء هذا سالب 2 وشحنه الجزء هذا سالب 2. انا هون وزنت، بدك تفهمها هيك؟ اوكي، بدك تفهمها بانه انا التاكسد عمليه فقد للالكترونات، يعني الالكترونات بدها تكون عندي في المواد الناتجه أو بجهة المواد الناتجة، برضو نفس الشيء. نيجي هلا للاختزال، مين اللي بده يحدث له اختزال؟ اللي هو الأم. أم بلس 1، من وين جبت شحنة بلس 1 هاي؟ من الرسمة، هو معطيني بأنه أم شحنتها موجب واحد، أوكي؟ هلا الأم بدها تختزل، أوكي؟ يعني بدها تطلع عندي دائما الأيون الموجب بده يطلع عندي على شكل ذرات متعادلة صلبة. اوكي، هلا الان موجب واحد، الموجب واحد هذا يعني هو عباره انه اكتسب، بده يكتسب عندي الكترون علشان يطلع عندي على شكل ذرات متعادله شحنتها صفر. اوكي، طيب لما اجي بدي اكتب هلا معادله التفاعل الكلي، بدي اقارن الالكترونات التي تم فقدها والالكترونات التي تم كسبها، هل هي متساويه؟ لا. اذا شو بدي اعمل؟ يجب اني اوحد. شو بعمل؟ بروح بضرب المعادله الثانيه ب 2. اوكي، فشو بدها تصير هاي؟ بدها تصير كالتالي: 2m plus 1 زائد 2 الكترون بده يعطيني 2 ام. اوكي، هلا خلص الحل؟ لا، اخر شيء بدي اعمله يلي هي معادله التفاعل الكلي. شو هي معادله التفاعل الكلي؟ بدي اجمع نصف تفاعل التاكسد مع نصف تفاعل الاختزال. هلا قبل عدد الالكترونات اللي هون نفس عدد الالكترونات اللي هون، المكتسبه نفس المفقوده نفس المكتسبه طبعا. اوكي، فبشطبهم. هلا بدي اجمع، بحكي 2x plus 1 minus 1 عفوا زائد 2m بلس 1 شو بده يعطيني؟ اكس 2 زائد 2 ام، وهيك خلص الحل. اوكي، هيك خلص الحل. هلا بدي اشوف السؤال شو طالب مني. لاحظ ان انا عم بحل بدون ما اعرف السؤال شو طالب، علشان افرجيك قديش الاشي سهل مجرد ما انت تلقي نظرة او تعرف انه هاي الخلية شو قطباها او شو محلولها، دغري بتبلش وبتعرف تحل. هلا السؤال طالب مني صفحة 32، بحكي لي ما نوع الخلية التحليل الكهرباء؟ أكيد هي خلية تحليل كهربائي. ما نوع الخلية الكهروكيميائية عفوا؟ أكيد هي خلية تحليل. أي القطبين A ولا B يمثل المصعد، أيهما يمثل المهبط؟ حددنا وعرفنا من خلال اللي هو مصدر القدرة اللي هو البطارية، أي الأيونات يتحرك نحو A وأي الأيونات يتحرك نحو B. أكيد حكينا كل أيون بيتحرك نحو القطب المخالف له بالشحنة، يعني M موجب واحد رح يتحرك نحو القطب B. ليش B؟ لأنه B شحنته سالبة، بينما X سالب رح يتحرك نحو A. ليش A؟ لأنه A شحنته موجبة. أوكي، ما التفاعل الذي يحدث عند القطب A؟ A شو حكينا عنه؟ هو A هو المصعد معناته تأكسد،
ما التفاعل حصل عند بي اي هو المهبط معناته اختزال. طيب شو المعادلة اللي بتمثل هاي يلي نحنا حليناها؟ اوكي نحنا هيك ما بقى يعني بنكون اعطيتك مراجعة بسيطة للتحليل الكهربائي وللخلايا القلبانية. مادتك يوم الخميس مادة الاختبار، حل 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 بإيدك. نحن مادتنا حل فيها تفكر، يعني ممكن تجيب ورقة وقلم على جنب وتقعد تستنى موعد الامتحان عبين ما يبلش. يعني ضروري يكون جنبك في ورقة وفي قلم، تخربش عليها، تحل عليها، تطبق المعادلات عليها. أوكي شباب وصبايا، بشكر كل الناس اللي متفاعلة واللي بتدرس معاي ويلي بتبعت لي تتبعها للمادة أول بأول. أنا موجودة على كافة الجروبات، أي سؤال أنا موجودة، رجاء اهتم، رجاء ادرس. كل عام وانتم بخير. نحن هيك بنكون ختمنا المادة، بتمنى لكم التوفيق يا تاسع، يعطيكم العافية.